ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو لذيذ جدا، هنرسم مع بعض ديناصور او بيبي ديناصور، هيعجبكم ان شاء الله. استنوني بالتفاصيل، بس على مرجع ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ورجعت لكم تاني ونبدأ نرسم مع بعض. طبعا زي ما متعودين اول حاجة بنرسم بقلم رصاص خط خفيف عشان ما يضايقناش بعد كده في التلوين. هنبدأ نقسم الرسمة بتاعتنا الأشكال هندسية. أنا هحط هنا شكل دايرة كده للوش، وبعد كده هحط مكان للرقبة، ولازم قلنا نحط الشخصية كلها أو الرسمة بتاعتنا كلها في الورقة قبل ما نبدأ إن احنا نحط التفاصيل، عشان لو مثلا الورقة طلعت صغيرة، لأ الورقة طلعت كبيرة قوي عليها، لا مثلا طايرة في الورقة احنا عايزينها تنزل لتحت شوية، لازم نظبط مكان الرسمة بتاعتنا وبعد كده نحط تفاصيل اي حاجة بعد كده. هنبدأ بقى نرسم تفاصيل العين، وبعد ومثلا جواها دايرة او لون تاني ولا لا، نبدأ نحط مكان مثلا الحواجب، لو في مثلا انف نبدأ نحط كل حاجة بالراحة وعلى مهلنا خالص. امشوا معايا خطوة خطوة، هتلاقوا الموضوع بسيط جدا وسهل خالص، وما تقلقوش يعني، وانا عارفة ان انتوا فنانين وشاطرين وهتطلعوا احلى من اللي انا رسماه كمان. نحدد بقى شكل الجسم اللي احنا عايزينه ودورانه وعامل ازاي الديل، نبدأ نحط كل الرسم بتاعنا واحدة واحدة كده بالراحة ومعايا. كده عملنا الجسم والرجلين، نبدأ نعمل الرجول اللي ورا، طبعا هتبقى أصغر شوية عشان هي أبعد بالنسبة لنا. كده نبقى خلصنا، نظبط بس كده أي حاجة عايزين نظبطها. ممكن نحط كمان تفاصيل على الجلد نفسه، سواء مثلا دوائر أو أي أشكال، هتبان أكتر كمان لما نلونها. ونحط كمان حاجة بسيطة كده على الرجول اللي قدام اللي باينة معانا. خلصنا كده بقى الرسمة بتاعتنا تمام، راضيين عنها. نبدأ بقى ان احنا نستخدم قلم الحبر ونحبر او نحدد الرسمة بتاعتنا كلها. طبعا انا هنا عندي خطوط كتير زيادة، دي مش هاخدها معايا، وانا بعمل بالقلم الحبر، هتتمسح بعد كده بالقلم الرصاص عادي جدا، طالما ان انا رسمه بقلم بخط خفيف ومش حفره قوي في الورقه، فمش هتسبب لي اي ازعاج وانا بمسحها، هتبقى سهله وما فيهاش اي مشكله خالص باذن الله.
كده خلصنا تحبير، هنبدأ بقى نمسح الرصاص كله الزيادة بتاعنا مش عايزينه خلاص، ونبتدي مرحلة التلوين. وهي مرحلة مهمة جدا، وزي ما بنتفق كل مرة اللي ما شافش درس ازاي نلون صح يرجع يشوفه. طبعا انا مسرعه الفيديو في التلوين، لكن انتوا بتلونوا بالراحه وعلى مهلكوا خالص عشان يطلع التلوين بتاعكم شكله جميل ومنظم ونضيف وما فيهوش اي شخبيط. بنلون طبعا كله في اتجاه واحد، بنسيبش فراغات بيضه، وبنحاول على قد ما نقدر ما نطلعش بره الخط. انا هنا هعمل كذا تدريجه في اللون، استخدم كذا درجه اخضر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم نحط ورق تحت ايدينا عشان ما نبهدلش الرسمة بتاعتنا، وناخد الالوان بايدينا وننقلها لمكان تاني. وبكده بقى خلصت الرسمة بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة بالنسبة لكم. أتمنى ان انتوا ترسموها وتبعتها لي سواء على الماسنجر او على جروب الفيسبوك اللي موجود اللينك بتاعه في القناة واسمه يلا نتعلم نرسم. واستنوني فيديوهات تانية كتير على خير، وشخصيات تانية كتير، ورسومات تانية جديدة وان شاء الله كلها تعجبكم. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسيبوا لي كومنت عن رأيكم في الفيديو تحت الفيديو، لان ده بيفرق معايا جدا. واستنوني فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله.